عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للمباراة كيف ما شاف الجميع راه كانت واحد المباراة نارية بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. للأسف ما تكناش بالنجاح المنتخب المغربي، وهذا الشيء هذا ما تأثرش في الشعب المغربي لأنه شجع الفريق ديالو بكل حماس وبكل معنوية. تنقول للشعب المغربي أنه ما يتقلقش، راه هذه الأدوار اللي وصل لها المنتخب المغربي إلا وأن كتشرف الشعب المغربي كافة، وحنا كجمهور مغربي ومراكشي بالخصوص فرحانين بهذا الانجاز اللي قدم المنتخب المغربي وتنسيبورتيو. وان شاء الله لما لا غياخذ المركز الثالث، وان شاء الله نتلاقاو في 2026 وكاع الكؤوس اللي غيكونوا ان شاء الله وديما ديما مغرب. كوم معزول اللي غادي يوريني بلي المنتخب يسكر اكثر وقرنا ما يلي في لاسيلان وفي المورسكير يوداي اللي خكل كمن غيت الليل كمن هنوال من لاسيحة سبيان ايوز 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 المنتخب ايوز المغاربة كلو الا غلان رسم تيني اختن ميرت نون هنو ارت فيلم مورسكير تبدل من مجهود نون باهرة باهرة. برافو المنتخب، حنا ديما مغاربة ديما مغرب، برافو. يكفي انهم وصلوا لهذا المرحلة اللي وصلوا لها، برافو برافو برافو. الهزيمة ديما غتكون بداية للمرة أخرى إن شاء الله. تحملوا ودافعوا على الوطن وعلى اللقب، برافو عليهم.